حديث على تجند الجمعيات الخيرية لمساعدة المعوزين خاصة خلال دخول المدرسة. يسعد باستضافة السيد موسى سبحي رئيس جمعية جزائر الخير وعضو المرصد الوطني للمجتمع المدني. أهلا بك سيدي. مرحبا. أهلا وسهلا. إذا تعرف الحركة الجمعوية وخاصة الجمعيات الخيرية حركية واسعة خاصة قبيل الدخول المدرسي، تفصلنا ربما أيام قليلة فقط على الدخول المدرسي، أكيد العمل على قدم وساق من أجل إعانة أو إعالة العائنات المعوزة من أجل دخول أبنائها وتمدرسهم في جو ملائم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا شاكرا لكم هذه الاستضافة الكريمة للحديث عن أهم واجبات المجتمع المدني في مثل هذه المناسبات، ألا وهو التضامن مع الفئات المحتاجة ومرافقة الضعفاء في مثل هذه المناسبات، يعني الدخول المدرسي مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها وتأثيراتها على المواطن. بدءا نهني أولا أبناءنا يعني إن شاء الله بالدخول المدرسي، ونتمنى لهم عام دراسي ناجح بإذن الله تعالى. التضامن عملية مهمة جدا في المجتمع، لأننا نراها جرعة مهمة من أعمال الخير لإكساب المجتمع مناعة ضد آفة اللامسؤولية وآفة التخلي عن المسؤولية، آفة اللا إنسانية. جرعة تعطي المجتمع، تغذي في المجتمع قيم التراحم والإنسانية والتعاون، هذه التي تعطي يعني قوة في المجتمعات، تنشر الأمل خاصة الفئات المحرومة والفئات الضعيفة في مثل هذه الظروف. يعني واجب المجتمع المدني ونشطاء العمل الخيري والإنساني أن يكونوا داعمين لهم حتى يواصل أبنائهم الدراسة. نحن نعرف ما خطر التسرب المدرسي، لذلك نحن وضعنا في هذا الأسبوع تضامن المدرسي شعار بالتضامن نحارب الأمية، لأننا نؤمن بأن الأمية هي أم الآفات. كل الآفات تنجر لما يضعف التعليم، تضعف التربية، يضعف التوجيه، لما يغيب الطفل عن مدار أو عن أماكن النور وأماكن السلام. لذلك نحن كجمعية جزائر الخير، أحد فواعل المجتمع المدني ونشطاء العمل الخيري والإنساني في الجزائر، نبذل كل جهد عبر مكاتبنا في الأربعين ولاية التي ننشط بها من خلال عمل مكثف، تواصل مع أهل الخير والإحسان لأجل توفير هذه المساعدات من أدوات مدرسية، من كتب آزر وغيرها، ومساعدات أخرى، حتى نجعل الأطفال وأبناء المحتاجين يستقبلون هذه المناسبة في نوع من الإطمئنان، نوع من السرور كباقي الأطفال، يعني كباقي الأطفال، حتى الأولياء نخفف عنهم أولا عبء التكاليف خاصة مع ضعف القدرة الشرائية، نجعلهم في جو من كما قلت من الإطمئنان، نعطي لأبنائهم شعور بالسرور والسعادة، يدخلون وهم في فرح كباقي الأطفال. وأظن أن هذه ميزة الحركة الجمعوية في الجزائر، ميزة المجتمع المدني في الجزائر، ميزة المجتمع الجزائري بصفة عامة، أنه في مثل هذه المناسبات يكون إلى جنب المحتاجين والفقراء والضعفاء. فنسأل الله عز وجل التوفيق حتى نكون فعل خير وداعم لهؤلاء المحتاجين إن شاء الله. أكيد يعني في جمعية جزائر الخير أطلقتم أسبوعا للتضامن، كيف تسير العملية من أجل جمع ربما التبرعات أو ربما حتى التواصل مع الموزعين أو المنتجين للأدوات المدرسية؟ طبعا هذه العملية تحتاج تحرك ميداني، لا تحتاج إعلانات على الصفحات ولا غيرها، ولكن تحتاج التواصل المباشر مع أهل الخير، مع أهل العطاء. فكانت يعني عبر مكاتب، عبر فروعنا الاتصال بالموزعين أو التجار، ولمسنا منهم تجاوبا أهل الخير الذين اعتادوا التعاون مع الجمعية، تصل تبرعاتهم إلى مقرات الجمعية،
مثلا حقائب مدرسيه، تراريس، كل يعني الادوات المدرسيه عموما، حتى الكتب والمآزر. والعمليه متواصله ضمن ايضا تنسيق مكاتبنا من قبل مع بعض المدارس من اجل احصاء الفئات المحتاجة هذه، كذلك من خلال العمل الدائم مع العائلات، تواصلنا مع العائلات من خلال إحصاء العائلات وعملية التحيين لقوائم المحتاجين وغير ذلك. فنرسم إن شاء الله تعالى، خطتنا رسمت، سنبدأ في تنفيذ هذا المشروع بداية الأسبوع المقبل، تمتد إلى غاية الدخول المدرسي. فنأمل إن شاء الله تعالى أننا نصل إلى إدخال السرور على آلاف الأطفال المحتاجين في مختلف المستويات، من الابتدائي والمتوسط وحتى الثانوي. فعملية السعي حثيثة، وتجاوب المحسنين أيضا مبشرة، رغم الظروف التي يشتكي منها التجار أيضا، في ظروف صعبة يشتكون منها، أكيد أنها تؤثر نوعا ما على العملية، ولكن ليس إلى حد يعني أنه الإنسان يأس والله، ولكن هذا التجاوب الذي كما قلت لك يعطي بشارة مهمة، ويؤكد أن المواطن الجزائري لا يتخلى عن أخيه المحتاج في مثل هذه الظروف. فرغم هذه الصعوبات، العملية عمل التجاوب مع الفعل التضامني والمبادرات التضامنية الخيرية يعني موجودة بشكل طيب. طيب يعني أنتم تنشطون عبر كما سبق وأن ذكرت عبر 40 ولاية، 40 مكتب عبر الولايات، يعني كيف يتم عملية إحصاء العائلات؟ يعني هل هناك ارتفاع أكثر في عدد العائلات المعوزة، انخفاض، يعني كيفاش تقيموا الوضع؟ هذه عملية صعبة لنجيب عليها بدقة، لكن ما نؤكده أننا تواصلنا أولا مع العائلات من خلال جمع الملفات والتحري حول الوضعية وضعياتهم، كما أن هناك ميزة أيضا طيبة من بعض العائلات، لما يكون هو تلقى مساعدات يتعفف ويقول أن تلقيت مساعدة، ننظر في عائلات أخرى حتى نقدم لها. يعني هناك قناعة أيضا. أيوة، هناك من القناعة. طبعا هناك بعض الشوائب أحيانا، ولكن نحن نحرص على أننا نوصل تبرعات المحسنين إلى مستحقيها، سواء كان الفقراء الذين في المدن أو الفقراء في المناطق الظل كما تسمى المناطق النائية، يعني في كل جهات الوطن، في الصحراء، في الغرب، في الشرق، لأن الجمعية الحمد لله متواجدة في عدة نقاط في كل يعني جهات الوطن، حتى مع الحدود الشرقية والجنوبية والغربية، وهناك عمل يعني حركية إن شاء الله تعالى إيجابية. الإيجابية هذه من خلال إرادة المتطوعين من رجال ونساء، ونحن نوجه لهم التحية والشكر والتقدير، من خلال تجاوب أهل الخير والعطاء مع هذه المبادرات، وكذلك من خلال التسهيلات التي يقدمها الجهات التي ننسق معها يعني ونتواصل معها من أجل إنجاح هذه المشاريع التضامنية. طيب، وفيما يخص عدد العائلات يعني مقارنة ولو بالسنة الماضية، هل يعني ارتفع عدد العائلات المعوزة أم بقي على حالة؟ هناك ثبات استقرار في العدد؟ بالنسبة لنا تباين، مو في تباين يعني نوع من الاستقرار، لكن نحن نحرص دائما على أننا نكون ملبين لحاجات أو نداءات المساعدة التي تأتي من العائلات التي تقصد مقرات. يعني حتى هناك بعض العائلات ربما تحرج من الذهاب إلى بعض الجمعيات الخيرية، يعني هل تتواصلون ربما مع الجمعيات، يعني خاصة لما نقول المدن الداخلية؟ صحيح، عندنا مبدأ أساسي وقيمة يعني ثابتة في أعمالنا، هو أننا دائما نعمل على احترام كرامة المحتاج. أكيد. ولذلك من يقصد مقراتنا ويطرق بابنا لابد ان نتعرف على حالاته، نتاكد ونتحرى من حالاته ونقدم لهم المساعده اللازمه. هناك عائلات بطبيعه الحال نحن نعرف وضعيتها جيدا، فهذه المساعده تذهب اليها في جو من احترام لكرامتهم، وطبعا الحال
مراعاة نفسيتهم، صحيح، لكن لا زالت هذه ميزة أيضا في المجتمع. هناك قال المحتاج لا يطلب، لا يطلب، لكن نحن كما قلت من التعاون الجمعيات مع المواطنين، يعني هو فيه يكون توجيه المواطنين لحالات، يعني جمعيات الأحياء بطبيعة الحال، لجان ساجد وغيرها، فيدلون على العائلات، ونحن نقوم بواجب التحري وتقديم المساعدة الممكنة لهذه الفئات. طيب، نتحدث أيضا فيما يخص المستلزمات، أكيد ربما أيضا يعني نقول تواكبون يعني حتى الإجراءات الجديدة لوزارة التربية، يعني هناك ربما مواد مثلا الإنجليزية التي ستضاف للسنة الرابعة بداية من هذه السنة، أكيد تواكبون يعني مختلفة، خاصة لما نتحدث عن الكتاب المدرسي. بطبيعة الحال هذا داخل ضمن مشروع التضامن، فلما يخرج الكتاب المدرسي بطبيعة الحال المسمات الإنجليزية والله، حيث يعني تظهر حاجة الناس إلى هذا الكتاب، حاجتهم لأنهم لا يستطيعون توفيره ولا غير ذلك، فنحن نسعى إلى توفيره بالنسبة لهؤلاء. وبالمناسبة نحن يعني توفرون كل مستلزمات المدرسية من كتب كراريس على قدر الاستطاعة كما نقول. فهناك حالات نستطيع أن نوضح ما في قدرتنا وفي حوزتنا من إمكانات كأدوات مدرسية. الكتب المدرسية قبل أن نأتي إلى هنا، يعني بعض المتبرعين أوصلوا بعض الكتب المستعملة، ولكنها في وضعيتها يعني جديدة، هذا ما يبين ثقافة وقيمة طيبة نشجعها لدى التلميذ الجزائري، وهو المحافظة على الكتاب لكي يتم تداوله. وبعض بعض الأطفال بالأمس فقط ليلا يعني استقبلت عائلة جاءت ببعض المساعدات، فأبناء العائلة جاءت مع أحد أبنائها صغار يحمل علبة فيها كتب يعني مفيدة جدا في حالة جيدة، وكأنها يعني يشجعون العمل التضامني والتبرع، يعني نعم، يغرسون هذه الثقافة عند الأطفال. أيوة، غرس هذه القيمة وغرس الفعل التطوعي والتضامني لدى الأطفال، هذه ميزة يعني نثمنها ونكبرها في مواطنينا. نسأل الله عز وجل أنها تنتشر أكثر وتثبت وتتعزز، كما قلت، لأن التضامن هو يعمق في المجتمع صفة الخيرية، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال سرور تدخله إلى قلب مؤمن. فهذه من الأمور التي نتمنى يعني أنها تدوم. كما قلت، نثمن بعض الإجراءات التي جاءت السيد رئيس الجمهورية مشكورا، رفع من حتى التمدد بالنسبة للمعوزين 5000 درهم. نحن نتمنى هذا فيه مساعدة، هي مساعدة لها أهميتها لها قيمتها، فهي أيضا دعم مهم من الدولة لهذه الفئة. تدريس الإنجليزية ومادة التربية البدنية ومادة التربية المرورية، هذه كلها أشياء جديدة مهمة، خاصة لما يحسن تنظيمها ولا يحسن أيضا تأهيل القائمين على هذه المواد. ونأمل دائما أن المنظومة التربوية يكون فيها أيضا مواد عن الجانب التطوعي، موضوع التطوع، حتى ينشأ أبناء في المدارس على التطوع، لأن التطوع قيمة حضارية وأحد المقاييس التي يقاس بها تقدم الدول وتطورها. طيب، نتحدث الآن حول حجم التبرعات، لأنه في البداية تفضلت وقلت أنه هناك القدرة الشرائية نوعا ما يعني ضعفت عند الكثير من العائلات الجزائرية، يعني حجم تبرعات اليوم هل انخفض، يعني استقر؟ والله كما قلت أيضا، نحن نسجل تجاوب طيب بالنسبة لنا في جمعيتنا، لازال تجاوب المواطنين معها على حاله، فرغم يعني صحيح أنك قلت فيه الواقع الاقتصادي وتأثر التجار وكله يؤثر على العملية بشكل عام، ولكن قوة حب الخير وحب فعل الخير يجعل الناس متجاوبين، حتى أننا لا نشعر ب يعني تراجع في هذا الأمر، وإنما نشعر دائما فيه تشجيع وتقدم
في الفعل التضامني. أكيد يعني حتى لما نتحدث يعني أنتم كعضو بالمرصد الوطني للمجتمع المدني أيضا نتحدث على دور المجتمع المدني في مثل هذه المناسبات، خاصة الدخول المدرسي، خاصة بالنسبة للتلاميذ ربما لأول مرة يدخلون أو يتوجهون إلى المدرسة ربما عائلتهم معوزة نوعا ما، لكن لتحبيبهم يعني في المدرسة ويعني ويبقى شعورهم يعني مثل باقي التلاميذ. نعم، نحن نسعى يعني في نعمل في كجمعية في مبادرات أخرى أيضا، ليس فقط تقديم المساعدات الأدوات المدرسية وغير ذلك، ولكن بعض الأنشطة التربوية والأنشطة الصفية مع الدخول المدرسي. بعض مكاتبنا قاموا بمبادرة وهي الإسهام في تزيين محيط المدارس وتنظيفها، مرافقة الأطفال عموما ببعض المبادرات التي تكون يوم الدخول المدرسي إن شاء الله، حتى نجعل الأطفال في جو من الفرحة. المرصد الوطني يعمل على تفعيل دور الجمعيات كلها في مثل هذه المناسبات، ورأينا حضور المجتمع المدني بقوة في مختلف المناسبات. الأزمات التي عرفتها البلاد أيضا مؤخرة، الحرائق المؤخرة، وبالمناسبة نسأل الله عز وجل أن يعين أو أن يوفق أطفالنا في المناطق التي مست الحرائق مؤخرة، خاصة ولاية بجاية، فإن شاء الله تعالى أنهم تجاوزوا. ونحن نثمن أيضا المبادرة التي قام بها المرصد مع وزارة الشبيبة والرياضة ومساعدة السلطات المحلية في قامت مخيمات للأطفال، أطفال القرى المتضررة من هذه الحرائق، كلها للتخفيف عنهم وقع الصدمة وتهيئتهم للدخول المدرسي في نوع من الأريحية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. هل هناك يعني تضامن ما بين الجمعيات أيضا؟ لأنه هناك ربما بعض الجمعيات يعني الحمد لله مثلا كجمعية جزائر الخير يعني جمعية قديمة وعريقة يعني في العمل التضامني والتبرعي، أيضا هل هناك تضامن يعني بين الجمعيات إذا كان عندكم ربما فائض توجهوا إلى جمعيات أخرى إلى غير ذلك؟ بطبيعة الحال من أهم عملية نجاح العمل التضامني والمبادرات التضامنية وأن يكون فيه تنسيق بين الجمعيات، تعاون بين الجمعيات حتى أن المساعدات يعني يستفيد منها أكبر حجم. لما يكون عندي فائض بطبيعة الحال لما تقدم جمعية ولا تقدم جهة معينة سواء مدرسة سواء لجنة حي أو غير ذلك، فنعين بعضنا البعض حتى ننجح هذا العملية التضامنية. طيب ككلمة ختامية نوجهها سواء للمحسنين والمتبرعين من أجل يعني إدخال الفرحة على هذه الفئة من الأطفال خاصة. والله أولا نقول لإخواننا أهل الخير والعطاء، واجب مرافقة الضعفاء في هذه المناسبات من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أقوى الأعمال التي تجعل أو تقوي اللحمة بين أبناء المجتمع، تنشر المحبة والوئام، تقوي يعني شعلة الأمل في هذا الوطن، لأن العمل الخيري العمل التضامني العمل التطوعي هو مضاد حيوي، كما قلنا العمل الخيري مضاد حيوي في المجتمع لمواجهة كل أنواع الآفات. نحن نعرف الآن المدرسة الآن تواجه أخطار عديدة، التسرب المدرسي بفعل الفقر والحرافة وكذا، والظروف الاجتماعية للأطفال في عائلاتهم وغير ذلك، الآن الحرب المعلنة على الأطفال من خلال المخدرات وترويج المخدرات والحبوب المهلوسة وغير ذلك، سواء المخدرات التي تؤكل أو المخدرات الإلكترونية التي يغفل عنها الكثير من الناس من خلال نشر ثقافة العنف وغير ذلك. لذلك نحن نؤكد على كذلك التنسيق بين العائلات والأولياء والمدارس لمحاربة العنف المدرسي، لعلاج العنف المدرسي، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى علاج وليس إلى محاربة وغير ذلك. فلابد أن يتعاون المجتمع المدني كجمعية نشطة، الأولياء، المدارس، المختصين، كل هذا لابد أن يكون يد واحدة في لحماية مستقبل أبنائنا وحماية مستقبل وطننا إن شاء الله. شكرا لك سيد موسى صبحي، عضو مرصد الوطني المجتمع المدني ورئيس جمعية جزائر الخير، شكرا جزيلا لك، موفقون في عملكم الإنساني والخيري إن شاء الله. بارك الله فيكم، وشاكرين لقناة النهار التي نعتبر هذه الاستضافة دعم وتعاون في رسالة العمل الخيري. شكرا لك سيد موسى صبحي.